السلام عليكم، ازيكم شباب؟ معاكم محمد عبد الفتاح وحلقة جديدة من برنامج جديد ديجيتال ماركتينج. امبارح كنت اتكلمت عن ازاي نحسب التكلفة بتاعتنا على السوشيال ميديا، وفي ناس بعتت لي ان هم شغالين اس اي او او بيجيلهم شغل اس اي او وكانوا عايزين يعرفوا ايه هي تكلفة الشغل بتاعهم تتحسب ازاي. طيب خلينا نتفق الاول على ان احنا هنقسم التكلفة على مرحلتين. اول حاجة مرحلة الويب سايت نفسه اللي هي مرحلة الاون بيج اس اي او، سواء بقى كان الويب سايت لسه بيتبني من اول وجديد فانت بيبقى ليك تكلفه لتهيئه الويب سايت، تمام، لتهيئه الويب سايت تبدا تشوف ايه هي اهم عناصر الاون بيج اس اي او اللي تكون موجوده. طبعا انت كحد بيشتغل اس اي او بتبدا تظبطها مع الديفلوبر، ده في حاله ان الموقع لسه بيتبني من اول وجديد. طيب في حاله ان الموقع اصلا موجود، ان الموقع اصلا موجود وانت شايف ان بقى فيه تعديلات على الويب سايت عشان الويب سايت فيه شويه حاجات مش موجوده كمعايير للـ SEO جوه الويب سايت، فانت ساعتها بتبدا تطلب تكلفه مستقله لغايه اما يبقى الموقع مهيأ، طبعا على حسب الشغل وعلى حسب الموقع وعلى حسب عدد صفحاته والمجال والكلام ده كله، تمام كده. يبقى احنا عندنا الاون بيج بنعمل فيه حاجتين مهمين جدا، يا اما والموقع لسه بيتبني فبيبقى ليها تكلفه، و الموقع خلاص موجود بس احنا هنعدل عليه تعديلات سواء بسيطة او كتيرة فدي بيبقى ليها تكلفة. المرحلة التانية بقى وهي مرحلة الاوف بيج، ان احنا ازاي هنبدأ نسوق الويب سايت، وهنا بيبقى في حاجة مهمة جدا جدا جدا، بنشتغل على عدد الكيوردز اللي احنا مترجتينها عشان الويب سايت يظهر بيها او نوصله للصفحة الاولى بيها، فبيبقى على حسب عدد الكيوردز، قوة كل كيورد، المنافسين بيستخدموا الكيورد دي ازاي، هل بيستخدموها اصلا ولا لا، كل كيورد منهم بتبقى ليها تكلفة مستقلة عن التانية. ممكن يجي لك مثلا موقع تلاقي ان عنده تو كيوردز مثلا قوية جدا، فده هتاخد عليهم تكلفة، غير لو في كلمة تالتة للموقع ضعيفة شوية وهم عايزين يظهروا بيها في السيرش، فانت ساعتها بيبقى التكلفة للكلمة التالتة دي اقل شوية. ملخص الكلام ان انت ما تطلبش تكلفه شهريه ثابته من اول ما تمسك الويب سايت، لا، قسم التكلفه بتاعتك من وانت بتهيئ الموقع للسيرش انجن، والتكلفه التانيه من اول ما بتبدا بقى تختار الكيوردز والبابلش وشوف الكونتنت والكلام ده كله، على حسب برضو قوه المجال وعلى حسب خبرتك السعر بيفرق. اتمنى لو في حد عنده اي مشكله في قيم السعر بتاعه في الـ SEO تحديدا يبعت لي، وان شاء الله اقدر افيده في اسرع وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.